اساس. لازم انت عندك فد شيء يحدد بيا زاويه يخرج. اكو شيء سميناه بالاسيمتوت، المحاذيات. هاي المحاذيات زاويتها، هذا اول شيء، ايش قد عدد المحاذيات؟ عدد المحاذيات يساوي لك عدد البولات ناقص عدد الزيروات، نمبر اوف بول ناقص النمبر اوف زيروات. هذا الرقم يمثل لك عدد المحاذيات، تمام. فاذا كانت مثلا عندي ترانسفير فانكشن، على فرض كانت ترانسفير فانكشن كي اس بلس 1 يعني 0 عندك عند ال1 واس في اس بلس 3، هذا مثال زين. هذا نشوف المثال هسه. اجاب على هذا المثال، اول شيء اثبت ارسم الريال اماجينري، هذا الريال وهذا الجي اوميجا اكسس. اول بول شنو؟ بالزيرو، احط علامه اكس ات اس اكتب اقول زيرو. الثاني اكس احطها وين؟ اس اكوال ماينس 3. عندي زيرو، نعم عندي زيرو، وين؟ ماينس 1، تمام. هسه اجي اشوف هذا الستيب الثاني. اول شيء سند ريال اماجينري، حددت مواقع البول والزيروز. بعد اجي اشوف هذا البول على يمينته اكو شيء؟ ماكو شيء. هذا الزيرو على يمينته اكو بول او زيرو؟ نعم اكو بول واحد فردي. اذا اكو ما بين هذا البول وما بين هذا الزيرو شنو؟ اكو برانش. هذا البول على يمينته شكو؟ اكو بول وزيرو، اذا عدد زوجي، اذا ماكو شيء من هنا. راح يروح على تاثيره لوين؟ يروح تاثيره للانفينيتي. اذا هذا يروح تاثيره بهالاتجاه، وهذا البول تاثيره لهذا الزيرو. زين. هسه اذا فرض المثال شلنا تاثير هذا الزيرو، قلنا هنا اس زائد واحد، صار شنو؟ صار عندنا هنا شنو؟ صار عندنا بول. هسه هذا البول تاثيره يجي هنا، وهذا البول يجي تاثيره هنا، راح يخرج الروت لوكس من الريال اكسس، لان هذا البول لازم يروح تاثيره الزيرو، وهذا البول لازم يروح تاثيره الزيرو. فراح يصير عندي شنو؟ نمبر اوف ساينتوت. اكو عندي محاذيات راح تجي للرسم. ايش قد عدد المحاذيات؟ ايش قد عدد البولات؟ 3. ايش قد الزيروات؟ 0. اذا عدد المحاذيات 3، هاي رقم واحد. زين، شنو النقطه اللي اني ابدي ارسم من عندها المحاذي؟ اللي هي قلت مجموع البولات ناقص مجموع الزيروات على عدد البولات اللي هي نمبر اوف بول ناقص نمبر اوف زيرو، كلها قوس كبير، ولا تنسى هاي الاشاره السالبه. اذا ايش قد عدد البولات؟ ايش قد البولات؟ 0 زائد 3 زائد 1، خذها ابسوليوت فاليو، مجموعهم صار 0 زائد 3 زائد 1، خذ الابسوليوت ناقص ايش قد الزيروات؟ 0 ماكو احد، على 3 ناقص 0، وبالتالي راح يساوي لك ناقص 3 على 3 ويساوي لك ناقص 1. اذا النقطه اللي ابدي ارسم من عندها هي ناقص 1، هاي النقطه، تمام. ايش قد الزاويه اللي ارسم بها المحاذي؟ يقول لك هاي الزاويه 180 في 1 2 في ال على الناس. ايش قد هاي ال اخذها قيمها 0 1 2؟ يقول لك مو كل القيم، لا. ايش قد عدد البولات؟ انا عدد البولات قلنا 3، لان ان ماينس ان 3 ناقص 0 3، فاخذ 0 1 2. هسه اذا اخذت 0 180 على 3 ايش قد؟ بلس ماينس 60. طلعت اول زاويه شنو؟ بلس ماينس 60 درجه. ثاني اذا كانت ال 1 3 في 60 ايش قد؟ 180 بلس ماينس 180. ثاني هي 5 في بلس ماينس 60 300 بلس ماينس 300. اذا اول زاويه راح ابدا ارسم بها هي شنو؟ بلس ماينس 60. هاي بلس 60 وهاي ماينس 60. شلون اخذتهن؟ اخذتهن كاونتر كلوك وايز، المشاره موجبه كاونتر كلوك وايز. هذا موجب 60 وهذا ناقص 60، فهو عندي روت لوكس. راح اعرف انا الروت لوكس بعد ما صور هذه المحاذي، راح يطلع الروت لوكس بهالاتجاه. من شفت طلع بهالاتجاه، اذا لازم شنو عندي؟ اجي اكو عندي نقطه تقاطع مع من؟ مع الايماجينري اكسس، اللي هي شنو؟ اللي هي مثل ما قلنا اكو عندنا بريك اوي بوينت قبلها، اكو بريك اوي بوينت. ليش؟ اللي احنا قلنا هذا البول يروح هذا البول، اذا لازم تاثير الاثنينات يروح زيرو، فيخرج الروت لوكس من الريال اكسس. السؤال عندي يا نقطة يخرج. النقطة اللي أقدر أحسب بها هي هاي المعادلة، اللي هي نكتب معادلة. إحنا هسه قلنا كان عندنا K على S S بلس 1 S بلس 3، مو تمام؟ زين. أجي أقول 1 على
او بي اللي هي النقطه اللي يخرج عندها الرد من الاوكس زائد البول الاول نفس المعادله زائد البول الثاني زائد البول الثالث لازم تساوي لي شنو السمايشن مال الزيروز. زين الزيروز الام صفر الان ثلاثة. اذا ايش راح يصير عندي؟ واحد على رو بي زائد صفر اللي هي البول الاول، واحد على رو بي زائد واحد، واحد على او بي زائد ثلاثة. هاي مجموع البولات، هاي المعادله مال هذا الطرف مال البولات، ساوي لي واحد على رو بي زائد شنو؟ زائد صفر القيمه اللي هي مال الزيرو. احل هاي المعادله اوجد قيمه الرو بي اللي هي شنو؟ نقطه خروج الروت لوكس. احنا مثل ما رسمناه كان الروت لوكس بهالشكل وعندك هنا، والمحاذي مالتنا ظهر بهالشكل. زين والروت لوكس راح يخرج من هاي النقطه اللي هي الرو بي ويقطع الايماجينري اكسس، فلازم نلقى نقطه خروجه ونقطه تقاطع بعد ويا الروت ويا الايماجينري اكسس. تقاطع ويا الايماجينري اكسس، الايماجينري اللي هي يعطيك اياها منو؟ يعطيك اياها الرول السابق اللي اخذ الكاركترست ايكويشن اللي هي 1 زائد جي اوف اس اتش اوف اس. هاي اخذها اعوض بدال كل اس جي اوميجا، راح تطلع عندي تيرمات ريال زائد تيرمات موجود بيها ايماجينري، اساوي هاي المعادله الصفر. هذا الطرف من اساويته الصفر راح ينطي لي قيمه الاوميجا، وهذا الطرف من ساويته الصفر راح يطلع بي قيمه الكي مناظره الاوميجا. زين اذا فرضنا الروت لوكس اكو بي بولات كومبلكس، يقول لك هاي البول او الزيرو كومبلكس، اكو عندك زيرو كومبلكس، الزاويه اللي يخرج منها هذا البول الروت لوكس من هذا البول كومبلكس، او الزاويه اللي يدخل بيها الروت لوكس الى هذا الكومبلكس زيرو، نسميها انجل اوف ديبارتشر للكومبلكس بول، وانجل اوف ارايفل المن للكومبلكس زيروز. شلون تحسبها؟ تحسبها بالنسبه للانجل اوف ديبارتشر مال البولات 180 زائد الارجومنت مال هذا الطرف. زين الانجل اوف ارايفل، الانجل اوف ارايفل اللي هي 180 ناقص الارجومنت. زين هسه الارجومنت شنو هو؟ شلون احسبه؟ تقول لي انا احسب على هذا البول، على فرض هذا البول هو عباره عن اس 1 زائد جي اوميجا، تمام؟ اجي انا عندي شنو؟ عندي جي اوف اس اتش اوف اس. شو اسوي؟ هذا البول اشيل تاثيره، على فرض ان جي اوف اس، خلينا نجيها جي اوف اس، الاتش اوف اس هي عباره عن كي اس زائد واحد على اس في اس زائد واحد زائد جي اوميجا في اس زائد واحد ناقص جي اوميجا. زين فانا بدي احسب عند هذا الكومبلكس بول، من احسب عند هذا الكومبلكس بول اشيل هذا الكومبلكس بول، اشيله من الوجود، فتكون شنو هي؟ تكون زاويه البسط اللي هي زاويه اس بلس واحد عند يا قيمه، هسه اقول لك يا قيمه، ناقص هذا زوايا البسط ناقص زوايا المقام اللي هي اس صفر وناقص اس زائد واحد ناقص جي اوميجا. هسه اعوض بدل كل اس قيمه البول اللي انا حذفته اللي انا قاعد احسب عده اللي هو من هو هذا، يعني انا قاعد احسب وين عند هذا الكومبلكس بول، فشلته من الـ من الـ من الجي اوف اس اتش اوف اس وعوضت بقيمته حتى اطلع الزاويه عنده، طلع عندي الارجومنت. هذا بالنسبه للكومبلكس بول. كومبلكس زيرو نفس الشيء، هذا الارجومنت اللي هي دبل داش، ايضا اذا كان عندي كومبلكس زيرو قاعد احسب عند الزاويه اشيل هذا الزيرو اللي قاعد احسب عند الزاويه واعوض بقيمته كل اس، راح تطلع عندي الزاويه اللي واحسب الزاويه. تدرون انت بعد اذا عوضت هنا انا راح يطلع عندي رقم ايماجينري، زين ريال بارت وايماجينري بارت، بعد ماكو اس، فالزاويه مال الزاويه مثلا مال 1 زائد جي اوميجا هي شنو؟ هي التان انفيرس الايماجينري على الريال، ايش قد الايماجينري قيمته؟ 1 على الريال 1، فتان انفيرس هذا الرقم يعطيك الزاويه. هذني القوانين السبعه اللي نستخدمهن برسم الروت لوكس. زين